اخوان اخوات مشاهدينا الكرام، تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم ولد عمي، ركز معايا مزيان على هذه المعلومات اللي غادي نشارك معك، و غادي نطلب منك اللايكات والبارطاجات ديالك، حيت هذا الشيء اللي غادي نتكلم عليه راه كيعنينا كاملين. المهم المعلومه الاولى كتعنينا كاملين، اما المعلومه الثانيه كتعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال خوتنا. ولد عمي باش تفهمني، كنتكلم على اسيندا، كنتكلم على اخينسيا تريبوتاريا، نعم نعم كنتكلم على وكاله الضرائب. واغلبيه منا ملي كنسمعوا على وكاله الضرائب ايه كيشدنا بوتفتاف كتر اذا توصلنا بشي كارطه من اسيندا. ايها ولد عمي، واحد كيترعد، واحد كيشبرو بوتفتاف، كيقول واش نفتحها ولا ما نفتحهاش، شنو كاين في هاد الكارطة. اي ولد عمي، باش غدا مور غدا ما توصلش بشي كارطة، خصك تركز ليا على هاد المعلومة الثانية اللي غادي نشارك معاك. كاينين جوج معلومات، الاولى عندها علاقة بالديكلاسيون ديال الرينتا، ابتداء من الكامبانيا الجاية، من ديكلاسيون الرينتا الجاية راه نعم غادي يكون واحد التغيير جد مهم، يلا توصلنا به البارح. هذا كيعنينا كاملين، نخليوه الاخر ديال الفيديو. غادي نبداو بهاد المعلومه الثانيه. ولد عمي لايكي وبارطاجي، بزاف ديال خوتنا اللي كيعنيهم هاد الامر هذا، بزاف ديال خوتنا اللي كيبيعوا في المنصات الالكترونيه، قول ليها ويا بوب، قول ليها فينتيد، قول ليها شي بلاتفورما اخرى. ايه تغيير جد مهم، كيف قلت لكم ركزوا معايا باش غدا مور غدا ما توصلوش بشي كارطه من اخينسيا تريبوتاريا. اسمع، لاس بلاتفورماس ديجيتاليس انفورماران اثيندا ان 2024 بور فينتاس سوبيريوريس ا 2000 يوروس او 30 اوبيراسيونيس. ايها ولد عمي، هاد المنصات الالكترونيه اوبليجي عليهم ابتداء من 1/1/2024 يعلموا الاسيندا على المبيعات ديالك. اذا انت كتبيع مثلا في وايا بوب ولا في فينتيد ولا في شي منصه اخرى، ايه اذا كتبيع اكثر من 2000 يورو ايه غادي يعلموا الاسيندا. ايه ولد عمي، ولا في حاله عملتي 30 عمليه، بعتي 30 منتوش، في جوج حالات ملي كتبيع اكثر من 2000 يورو ولا بعتي 30 منتوش قمتي ب 30 عمليه، في هاد جوج حالات ايه غادي يعلموا الاسيندا. باش يا ولد عمي باش ديكلاري، باش ديكلاري، اذا ما ديكلاريتيش انت ايه المعلومات غادي يكونوا عندهم، فديك الساعة غادي يصيفطو لك البرا، غادي يضربوك حتى تنقز يا ولد عمي. على داك الشي قلتك ايه لايكي وبارطاجي هاد الفيديو، معلومات حصرية، معلومات جديدة، هاد الشي يلا توصلنا به البارح، وهاد الشي ما كتفرضوش اسبانيا، ايه الاتحاد الاوروبي. بالا ولد عمي، بزاف ديال خوتنا اللي كيبيعوا في هاد المنصات، نعم الحوايج اللي ما كيستعملوهمش، ولا كاين اللي مسكين كيقلب في الاسواق ديال سيون دامانو وكيعاود البيع، ايه القضيه فيها ديكلاري، واذا ما بغيتيش ديكلاري انت هاد المنصات غادي يعلمو، هما غادي يعلمو عليك. بالا ولد عمي، اسمع، ستقدم المنصات الرقميه تقاريرها الى الخزانات في عام 2024 للمبيعات التي تتجاوز 2000 يورو او 30 عمليه، وهذا الشيء ما كتفرضوش اسبانيا، هذا الشيء غادي يطبق في جميع الدول الاتحاد الاوروبي. ايها ولد عمي، هذا الشيء كنقول لك لايكي وبارطاجي. اسمع ولد عمي، هنا يجب على ويا بوب فينتيد من بين اخرين اختار الخزانات بهذه العمليات بين مستخدميها،
وسيجبر التوجيه الاوروبي، التوجيه الاوروبي ماشي اسبانيا كيف قلت لكم، المعروف باسم داك 7 المنصات الرقمية على مشاركة معلومات معينة عن بائعها مع السلطات الضريبية في دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من 1 يناير 2024، بشرط ان تكون قد نفذت اكثر من 30 عملية او حصلت على اكثر من 2000 يورو في المبيعات ديالهم. اي واحد كيترزق في هذه المنصات كيبيع في هذه المنصات اذا باع اكثر من 2000 يورو غادي يعلموا عليك. اذا قمتي ب 30 ولا اكثر من 30 عملية ديال البيع غادي يعلموا عليك. بالي يا ولد عمي بلا ما ندخل في التفاصيل الاخرى، هذه هي المعلومه نوصلوها للناس باش يعرفوا شنو كاين الاخوان كيف قلت لكم، باش غدا مور غدا ما يتفاجئوش. كاين بزاف ديال خوتنا اللي نعم كيترزقوا الاخوان بهذه الطريقه، كيقلبوا على طريف الخبز بهذه الطريقه، كيبيعوا نقولوا في هذه المنصات، ولكن خصهم يعرفوا هذا الشيء الاخوان، خصهم يعرفوا هذا الشيء. كل شيء مراقبه ولد عمي، كل شيء مراقب. المهم هذه المعلومه نخليوها هنا. المعلومه الثانيه الاخوان كيف قلت لكم عندها علاقه بالديكلاراسيون ديال الرينتا. شنو هو التغيير؟ التغيير الاخوان غادي يكون في الطريقه، غادي يجبرونا احنا كاملين نعملوا الديكلاراسيون ديال الرينتا فقط عبر الانترنت. كاينين تغييرات اخرى فهاد القضية ديال الديكلاراسيون ديال الرينتا ابتداء انا الاخوان من الديكلاراسيون الجاية، ولكن هاد المعلومة يلا توصلنا بها البارح. كيف كيقولوا هنا في هاد المقالة الاخوان كنتكلموا على مفاجأة في اخر ساعة، نعم الحكومة فاجأتنا الاخوان في اخر ساعة بهاد القرار. هنا مفاجأة اللحظة الاخيرة من الخزانات من اسيندا، نعم المفاجأة ديال اخر ساعة من اسيندا، ستجبرك على تقديم الدخل حصريا عبر الانترنت. اي ولد عمي الحكومه الاسبانيه ما قالت لنا والو على هذا الشيء، عرفتوا فين خشاو لينا هذا التغيير هذا ولا هذه المفاجاه؟ في المرسوم الملكي ديال البارح، ذاك المرسوم الملكي اللي خرج البارح الاخوان اللي فيه هذوك الاجراءات اللي صدقت عليهم الحكومه الاسبانيه من اجل مكافحه الازمه، ايه هنا خشاو لينا هذه المفاجاه هذه. اسمع ولد عمي هادشي الاخوان بعد اسيندا راه كانت باغا تفرض هادشي بزاف هادي من بزاف هادي عفوا في 2019 اذا ما نسيتش الاخوان كانوا باغيين يفرضوا هادشي، ولكن المحكمه العليا الاسبانيه قالت لهم نو وقف حيت اذا بغيتوا تفرضوا على الناس ان يعملوا الديكلاراسيون ديال الرينتا ديالهم كاملين عبر الانترنت خصكم تقدموا لهم المساعده، تسير خصكم تسيروهم تعاونوهم رجعوا اللور. دابا غادي يصدقوا على هذا الشيء ولا غادي يطبقوا هذا الشيء، وغادي تكون الاخوان هذه المساعده من طرف اسيندا. اي واحد نقولوا يعمل الديكلاراسيون ديال الرينتا ديالو الراسو غادي يلقى المساعده، هما اللي غادي يسيروك يوريوك وطالوك هذا هو الشرط بالو دعمي. ولكن اغلبيا منا ايه راه كنمشيو عند الخيشتوريس، اغلبيا منا وخصنا نمشيو عند الخيشتوريس، وماشي أو ماشي اي خيشتور، مثلا نمشيو عند الاخ خالد مولتي سيرفيس، السيد متمكن، السيد مختص في هذه القضيه ديال الرينتاس. نعطيكم غير واحد المثال، ماشي حيت الاخ خالد نقول الصديق ديالي وكنعمل له الاشهار، انا ولد عمي الاخ خالد معروف بالديكلاراسيون ديال الرينتا، انا الديكلاراسيون ديال الرينتا الاخوان ديالي ديما كنعملها الراسي، ولكن ملي كتسمعوا على ان كنعملها الراسي ايه غير كنطل كنشوف و كنكونفيرمي. وهاد الايام عطيت الاخ خالد يشوف لي الديكلاراسيون ديال الرينتا الاخوان ماشي الاخرانيه نو ديال هذه ثلاثه نقولوا ديال ثلاثه سنوات الاخرانيه من 2020، ملي طل لي الاخ خالد على الديكلاراسيون ديال الرينتا الاخوان لقى بلي ايه صدقت دوزت عندهم الفلوس. اي ولد عمي ولكن الحمد لله الاخ خالد نعم دار اللي دار وغادي يرجعوا لينا ان شاء الله هذاك المبلغ هذاك، وماشي اي مبلغ بالو ولاد عمامي. على داك الشيء ايه كنصحكم بالاخ خالد
غادي يكون معنا الاخوان في شي لايف ان شاء الله في القريب ولا قبل الاخوان من الكامبانيا ديال الرينتا غادي يكون معنا، حيت كاينين بزاف ديال التغييرات اخرين الاخوان اللي غادي يوضح لنا وغادي يشرح لنا. وفي ديك الساعه ايه مرحبا بكم عند الاخ خالد اذا شي واحد باغي يعمل الديكلاراسيون ديال الرينتا ديالو. الاخ خالد علاش كنصحو به الاخوان؟ حيت سيت ايه تقدر تواصل معاه بالعربيه بالريفيه بالاسبانيه بالكاتالانيه بالفرنساويه وزيد وزيد على داكشي الاخوان الاخ خالد. المهم كيف قلت لكم الاخوان، وسوف يقدم مساعده شخصيه الاخوان لدافعي الضرائب الذين يحتاجون اليها، غادي يقدموا لكم المساعده. ولكن هنا الاخوان كيف قلت لكم هذه المفاجاه هذه خباوها لنا الاخوان، خباوها لنا، ما كانوش قالوا لنا باللي غادي يعملوا لنا هذا الشيء اللي عملوا لنا. سوف هنا ويجوز الاخوان للخزانات ان تجبر الافراد على تقديم قرار ضريبه الدخل بالوسائل الالكترونيه حصريا. احتفظت الحكومه بمفاجأة اللحظة الأخيرة التي أدرجتها في المرسوم الملكي بقانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء لاتخاذ إجراءات لتخفيف من عواقب الحرب في أوكرانيا، والذي تم نشره الإخوان يوم الخامس البارح في الجريدة الرسمية. تم في الجريدة الرسمية في هذا المرسوم الملكي، خشوا لينا حتى هذه القضية هذه ديال الرينتا أيوة تعالى. يعدل الإخوان النص قانون ضريبة الدخل الشخصي بحيث ينص على أنه يمكن إنشاء الالتزام بتقديم بالوسائل الإلكترونية طالما الإخوان أن الإدارة ولا أن إدارة الضرائب تضمن الاهتمام الشخصي لدافعي الضرائب الذين يحتاجون إلى المساعدة للامتثال الإخوان لهذا الالتزام، بالي بشرط أن أسيندا تقدم لنا الإخوان المساعدة، بالي. ولكن اولاد عمامي هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. كيف قلت لكم اغلبين من النار الاخوان راه كنمشيو عند شي غشطور وكنديروها، بالي. اما نديروها غير حنا ريوسنا الاخوان اذا ما متمكنينش ما عارفينش، ايه من الاحسن لا، من الاحسن لا، بالي، باش ما نصدقوش نقولوا الاسيندا ولا عاود نخطئوا في شي حاجه الاخوان غدا مور غدا يقولوا لنا راه هنا، بالي اولاد عمامي. المهم هادشي ديال الرينتا الاخوان غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في اللايفات اخرى ولا في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ويكون معنا الاخ خالد. بارو ولاد عمامي ركزوا لي على المعلومه الاولى، بارطاجيو لايك والاخوان، وشكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم لهذه القناه المتواضعه. شكرا لكم من كل قلب الاخوان على الثقه اللي دايرين فينا. بارو ولاد عمامي شكرا لكم، حتى شي فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.